لأجل ضمان أدائهم لمناسك الحج في أحسن الظروف، سهرت فرق طبية بسيدي بالعباس على إجراء الفحوصات لجميع الأشخاص المقبلين على أداء فريضة الحج الموسم الحالي. اللجنة قامت بفحص حوالي 385 حاج لحد الآن. المجموع نتاع الحجاج اللي عندنا هاد السنة هما 492 حاج. عندنا حوالي 17 حالة اللي هما في الانتظار، اللي عند لقينا عندهم بعض الأمراض المزمنة، اللي مثلا انسيفيسونس كاردياك، وين احتاجينا إلى بعض الفحوصات المتخصصة. عملية الفحص كشفت عن إصابة الكثير من الأشخاص بأمراض مزمنة كانت قد تتسبب لهم في حدوث مضاعفة صحية بالبقاع المقدسة من شأنها حرمانهم من أداء فريضتهم. ce qui concerne l'HTA, diabète, les insuffisances cardiaques, le rénal. وعطيناهم تعليمات وعطيناهم كي اللي وجهناهم عند أطباء أخصائيين تاع الأمراض السكري وأمراض القلب. وكان المتوافدون على المصلحة قد أبدوا استحسانا كبيرا للتكفل الصحي الذي وفر لهم. أنا شخصيا يعني اليوم اكتشفت أنه بداية عندي واحد البداية المرض السكري. الفحص يعين أي حاجة، يعني لما يروح ربما ما يكونش على باله بالمرض اللي فيه ولا في حاجة ولا، يروح للبقاع المقدسة ونعرفه أنه الجو يعني مختلف. ويبقى من المرتقب أن يستفيد كل من أجريت له الفحوصات من دفتر صحي يعد وثيقة أساسية لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة.